بحب في هذه اللحظات أقدم ضيف لأول مرة على برنامج ليكن نور، اللي هو جزء من خدمة نور لجميع الأمم، القس علي بولس أو علي يوحنا بولس. وأنا بشكر رب من أجلك قسيس علي، أنا تعرفت عليك من خلال المكالمة وحبيتك من أول مكالمة. أهلا وسهلا قسيس علي، أنت معنا على الهواء. سلام المسيح معاك ومع جميع المستمعين إلينا وجميع العاملين على إخراج وبث هذا العمل لكي يستفيد منه كثير من إخواتي المسلمين، لأن أنا عشت حياتي كلها مسلم لسن 46، وكنت مسلم غير ملتزم ولكن متشدد، مسلم متشدد. فكل السنين ديت عشتها بعيد عن ربنا، إذا كان في الإسلام أو في المسيحية، عشت حياة الدنيا، الحياة بتاعت الدنيا، وشفت ما قاله إله الإسلام في الكتاب المقدس في القرآن، وإزاي هو رسم الجنة، إزاي هو رسم الجنة في القرآن. وأنا في إيطاليا كان ربنا اداني حاجات كتير جدا من المال يعني، فأنا رحت بهذا المال وفتحت كلوب لأعمل لنفسي جنة الإسلام على الأرض، لأن جنة الإسلام الجميع يستطيعون أن يعملوها ما دام معهم أموال. ممكن تعمل لنفسك جنة على الأرض، وده اللي أنا كنت عامله، ودي العيشة اللي أنا كنت عايشها. في يوم من الأيام أنا منتظر كل يوم بعد الصيام، يعني في وقت الفطار كانوا بيجيبوا يعني مواضيع تلفزيونية بس يعني مثلا دينية، ففي اليوم دوت كان موجود الشيخ الشعراوي، وأنتم جميعا تعلمون من هو الشيخ الشعراوي، كان يعتبر من أهم الشيوخ اللي موجودين في مصر. والمذيع بيسأله، لو الإنسان منا له حق، المسلم يعني له حق إنه يقرأ في كتب الديانات الأخرى، يا أسيس أزهر أنا بصيت لقيت الراجل اتنط من على الكرسي اللي هو فيه ويقول لا يمكن، إحنا عندنا في القرآن في كل شيء، إحنا مش محتاجين إن إحنا نقرأ في كتب حد تاني، كل اللي انت عايز تعرفه موجود عندنا. فلما هو قال الكريان ده بالطريقة دي، خرج من بقه سهم اترشق في قلبي، لأن بالنسبة لي أنا فاهم إن أول آية نزلت في القرآن كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربنا الأكرم. فهنا إزاي واحد بعد 1400 سنة يجي ويقول لي ما تقراش، يعني عايزني أكون متخلف. فبصراحة الشك ده ما نايمنيش طول الليل، وفي الصباح أنا رحت لواحد قبليها اتصلت بيه قلت له لو كان من الممكن إن أنت تجيب لي الكتاب المقدس. فالتاني يوم رحت له على المكتب بتاعه، هو دكتور الأسنان بتاعي، هو مسيحي بروتستانتي، فرحت له العيادة عنده بقول له جبت الكتاب، بيقول لي بصيت لقيته بيديني جزء صغير مكتوب عليه إنجيل القديس لوقا، فقلت له هو ده الكتاب المقدس؟ قال لي لا، ده جزء منه، اقرأ ولو حبيت أجيب لك منه تاني، بس أنت عارف إن أنت كمسلم مش المفروض إنك أنت تقرأ في الكتب المسيحية. قلت له يا دكتور ما تشغلش بالك بس اديني الكتاب. فالدكتور اداني الكتاب وقال لي خلي بالك من نفسك. ايه خلي بالك من نفسك دي؟ الشعراوي يقول ما تقراش، والدكتور اللي بيديني الكتاب المقدس بيقول لي خلي بالك على نفسك،
وايه في ايه بالظبط يعني في الكتاب ده. المهم خدت منه الكتاب وروحت على البيت وحطيت الكتاب على الترابيزه، وايه في قلق جوايا، اقرا او ما تقراش، اقرا او ما تقراش. بس في حاجه جميله جدا، ان حاسس ان في حاجه من جوايا بتقول لي افتح الكتاب افتح الكتاب. فخدت الكتاب وفتحته وبدات اقرا، لان القران بيقول لك ان المسيح هو عبارة عن نبي أو رسول، وبيقول لك إن هو عمل صحيح معجزات، لكن هو مش ابن الله ولا هو القدوس، لأن الكتاب المقدس في إنجيل القديس لوقا، ولما الملاك بيكلم العذراء مريم بيقول لها المولود منك يدعى ابن الله القدوس. نعم، اسم القدوس ده اسم الله، هو الملك القدوس كما نعرف من الإسلام. ومن هنا اتشديت جوه الكتاب المقدس بطريقة يعني زي ما يكون قس علي كان سفنجة ناشفة وحطيت السفنجة على المية، تبص تلاقي السفنجة بتشد الميه ديت لحد ايه ما عايز تمتلئ ولكن لا تمتلئ. عندك حب لقرايه اكتر واكتر واكتر.